بتوجه لنا أسئلة كيف يمكن توفير السكر الناعم بأسعار معقولة ومقبولة، لأنه تكلفته في الأسواق عالية، وزي ما بنعرف السكر الناعم نستخدمه في صناعة عجينة الكاندي وأيضا للتغذية البروتينية، وبالإضافة إلى ذلك من أجل تعفير الخلايا بالسكر الناعم من أجل مكافحة الغربة. فالمناحل الكبيرة هي بحاجة في الحقيقة إلى ماكينة أو جهاز يساعدها في التصنيع، ولكن شراء هذه الماكينات يعتبر مكلف، لذلك يمكن تصنيعها في لدى فنيين الميكانيك والكهرباء في السوق المحلي. هاي الماكينة اسمها هي جهاز صممناه مع أحد الإخوة اللي عنده مخرطة في عندنا في إربد في الأردن. هي عبارة عن محور ثابت على ماتور، على المحور ثابت مجموعة من المطارق الحرة زي ما احنا شايفينها، زي سكاكين أو مطارق حرة، وفي داخلها والفتحة اللي بينزل منها السكر زي ما احنا شايفينها هاي الفتحة. وهذا المنخل هو عبارة عن من الستانلس ستيل زي ما انتم شايفينه بمسامات دقيقة، يتم تثبيته في داخل الفوهة وبيتم اغلاقها بهذا الشكل. طبعا البوابة مزودة بثلاث شناكل زي ما انتم شايفينها هي، نسكر البوابة. طبعا لازم يتم تسكيرها بشكل محكم، محكمة الإغلاق، حتى ما يخرج غبار السكر من مكان الطحن. سكرناها هيك كويس. احنا بس نورجيكم كيف بتعلق كمان شوال. الشوال بتعلق بهذا الشكل، في حلقة هون شنكل وهون شنكل زي الخطاف، وبتعلق هون بحيث انه لما بتطحن طحين السكر ما يخرج من احنا طبعا بنعبي هون. طبعا المحور اذا ممكن بالخلف هون زي ما انتم شايفينه، هاي الماتور متحرك وقابس او مفتاح كهربائي حتى يتم التشغيل، بالاضافة الى حوض والفوهة باتجاه الجاروشي او باتجاه محور الدوران. لكن حتى نورجيكم بالضبط كيف بتشتغل، احنا بدنا نزيل الجوال، راح يطلع شوية غبار، لكن حتى يكون عملها مفهوم نحط السكر. اذا السكر العادي سكر الطعام، وبيتم تشغيل الماكينة. بنشغل الماكينة، احنا شايفين زي ما شفنا الماكينة عم تشتغل. يفضل طبعا وضع الشوال على الفوهة، لانه وضع الشوال على الفوهة بيمنع تطاير الغبار. خلص فيها محمد، بس هاي حتى تكون الصورة واضحة امامكم. خلينا نفتح البوابة. طبعا اذا بدك اياه انعم ممكن تمرقوا كمان مره بالماكينه، لكن تفرجوا معايا مكان عبور السكر هو من الداخل زي ما احنا شايفين، وبتمر عليه المطارق وبتبدا بطرقه واخراجه من المنخل من هون من اسفل. هذا طبعا ما انطحن لسه، فان شاء الله تكون هاي الماكينه مفيده. اللي عندهم مناحل كبيره بتوقع بالضروره انهم يفصلوا واحد زيها. وشكرا لكم، يعطيكم العافيه.